طيب باعتبارك دربت لويس ميكيسوني، واحد من اهم الصفقات اللي تعاقد معاها النادي الاهلي في الكام شهر الاخير، خليني اسالك عن رايك في هل سيستفيد النادي الاهلي من لويس ميكيسون خلال الفتره القادمه، ورايك فيه كلاعب طبعا. نعم، المنتخب الوطني او كمنتخب وطني أنت تحتاج إلى لاعبين جدد. أنا اكتشفت لويس ميكيسوني من نادي صغير في الشمال، وهو لاعب جيد جدا، قوي جدا، ملتزم للغاية، يستطيع أن يلعب في الكثير من المواقع، في اليمين، في الشمال، يستطيع أن يلعب في الكثير من المواقع، وهو من الهام جدا أن تتحدث دائما معه لتتطرق إلى عقليته. هو يحب دائما أن يناقش. عندما كنا نلعب ضد موزمبيق كنت أعلم جيدا أن جنوب أفريقيا تريد أن توقع معه، وذهب إلى سان داونز مع موسيماني كمدرب، وفي كل الوقت كنت أتحدث معه وكنت أحاول أن أكون كأب روحي له لأني أعرفه جيدا. وعندما قال لي لدي عرض من النادي الأهلي، هل تعتقد أن هذه الحركة صحيحة؟ قلت له اذهب، لأنك ستلعب في مستوى مختلف مع لاعبين مختلفين برؤية مختلفة، وأعتقد أن ذلك إذا تم وضعه في الموقع الصحيح. وأيضا موسيماني يعرفه ويستطيع أن يخرج منه أفضل ما لديه من إمكانيات، وبالجانب إلى الإمكانيات الشخصية يجب أن يتم تكامل هذه العناصر جميعا مع الفريق، لأن لديه شخصية، هو قوي، لديه قدرة مع الكرة، فهو سريع، وفي نفس الوقت لديه الكثير من الإمكانيات خرجت منه في تنزانيا في سيمبا. وأنا توقعت أنه سيكون لاعب جيد للغاية مع الأهلي، أتوقع ذلك. أفضل مكان من وجهة نظرك للويس في الملعب طبعا؟ برأيي الشخصي عندما كنا نلعب في موزمبيق كان يلعب في اليسار من في خط الوسط، كان يأتي من اليسار إلى الوسط، وكان يلعب مع اللاعبين بتكتيك عالي للغاية، وهو سريع للغاية. وأنا أحب أن أرى هناك مسافات، وفي الكثير من الأحيان المسافات تكون متوافرة في الأطراف، ولكن في الوسط تكون هناك الكثير من الكثافة ربما بين اللاعبين، ويكون احتدام كبير بين اللاعبين. لكن في اليسار وفي الشمال هناك مساحات واسعة، وإذا كان لديك تخطيط جيد يمكنك أن تحرز الكثير. هناك مهاجمين يستطيعون إحراز الكثير من التقدم، وقد يستغل لويس المسافات خلف المهاجمين ليستغل هذه المسافات، وأيضا ليبني اللعب، وهو سريع للغاية. لهذا وفقا للطريقة التي تلعب بها والنهج التي تتبعه، لهذا أعتقد أن هناك ثلاث مواقع يمكن أن يتم وضع فيها لويس وفقا للخطة الموضوعة.